ولا تشركون. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو في السلسلة الصحيحة، حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى جمع رقية، والمقصود بها هنا ما كان بأسماء الأصنام، ما كان بالشرك وبالاستعاذة والاستجارة ودعاء غير الله تبارك وتعالى. لأن الرقى في الزمن الأول قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند الكهنة والمشعوذين بأسماء الأصنام وأسماء الشياطين وأسماء الجن ونحو ذلك ممن كانوا يعتقدون فيهم النفع والضر، كانوا يتعوذون بهم. كان المشركون يتعوذون، ماشي بالله، يتعوذون بهم، بالشياطين وبالجن وبأسماء الأصنام. فهذه هي الرقى المقصودة هنا، إذن ماشي المراد أي رقية، بدليل الأحاديث الأخرى المخصصة لهذا العموم. أي ستأتي معنا إن شاء الله أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الرقى إذا كانت بالقرآن وكانت بالأدعية الصحيحة وبالأذكار الصحيحة، هذه جائزة مشروعة. إذن فالرقى المقصودة هنا هي الرقى التي كانت مشهورة معروفة متداولة بين الناس في الجاهلية، التي الرقى التي تعرفها العرب في الجاهلية قبل الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وقال لهم إن الرقى شرك، هما الرقى ديالهم عارفينها، هذه كتروج بيناتهم. شو الرقى اللي كانوا يرقون بالقرآن؟ كانوا يرقون بأسماء الأصنام وبالتعاويذ بالشياطين والتعاويذ بأسماء الجن ونحو ذلك، ما كانوا يعرفون القرآن ولا السنة ولا الدعاء، دعاء الله تعالى. فإذا مقصوده بقوله إن الرقى، أي إن الرقى المعروفة المتداولة بين الناس في الجاهلية، لأنه سوف يخاطب العرب، يخاطب العرب، والرقى التي كانت متداولة بينهم فيها شركيات. والدليل على أن هذا هو المقصود كما قلت لكم الأحاديث المخصصة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بقوله وفعله أنه رقى ورقى عليه الصلاة والسلام. رقى، كان يرقي نفسه بالقرآن، وكان يرقي غيره بالقرآن. فلو كانت الرقى كلها شرك لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لما فعله ولما أرشد إليه. فإذا المقصود هنا الرقى الشركية التي تكون كما قلت بأسماء الأصنام، بالشياطين، بأسماء الجن ونحو ذلك. أما الرقى التي تكون بالقرآن والأدعية وكذا فإنها مشروعة. إذا الرقى جمع رقية، والرقية شو هي الرقية في الأصل في اللغة؟ في اللغة الرقية هي ما يقرأ وما يتلى على المريض، ما يقرأ وما يتلى على المريض لعلاجه يقال له رقية، هذه التعاويذ التي تقرأ على المريض. هذه الأشياء التي تقرأ وتتلى على المريض لعلاجه نوعان، إما أن تكون بالقرآن والسنة والأذكار الصحيحة والأدعية المشروعة فهي رقية مشروعة، وإما أن تكون بغير ذلك، بأسماء الأصنام، بالطلاسم، بالألغاز، بالرموز، بغير ذلك القسم الأول، فإنها رقية ممنوعة. إذن فالرقية نوعان، مشروعة وممنوعة. مشروعة واضحة باش القرآن والسنة كذا، وما ليس كذلك فإنها رقية ممنوعة باش ما بغات تكون بالطلاسم، بأسماء كذا، بأسماء كذا، فإنها ممنوعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد القسم الثاني اللي كان معروف في الجاهلية قبل الإسلام، لأن الكهنة والمشعوذين والسحرة في ذاك الزمن اللي كانوا كيمشيو معاهم الناس، كان يذهب إليهم الناس المصابون بالأمراض بالسحر ولا بالعين، كيمشيو عند الكهنة والسحرة في ذاك الزمن. هذوك الكهنة والمشعوذون بأي شيء كانوا يرقونهم؟ بالقسم الثاني، بالطلاسم وبالرموز وبالألغاز وبالأشياء التي لا يفهم معناها، هذيك هي الرقية اللي كانت عندهم. فهذه اللي كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم شرك. إن الرقى هذا واحد. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق في العنق، وتكلمنا عليها في الدرس الماضي. جمع تميمة، قلادة التي تعلق على العنق، سواء كان فيها يد ولا كانت من وتر ولا من خيط ولا لأي شيء، ويعتقدون أنها تجلب النفع وتدفع الضر. هذه ما لها تهي شرك.
الثالث قال التوالة. التوالة هذا نوع خاص من الرقى اللي كانت في الجاهلية، والاسم خص هذه الذكر لأنها كانت شائعة معروفة عندهم. شنو هي التوالة؟ قلنا واحد النوع من الرقى الممنوعة اللي كانت في الجاهلية، وهو نوع خاص بما يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. كان إلا مشى الإنسان عند ساحر ولا كاهن ولا مشعوذ ذاك الزمن، كيقول ليه دير لي التوالة. شنو هي التوالة؟ ما يحبب المرأة إلي ولا ما يجعلني محبوبا عند المرأة. فهذا النوع من الرقى يسمى بالتوالة، ما يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وباش كتكون هذه التوالة؟ كانت كتكون بالسحر، تكون بالشعوذة، تكون بأسماء الأصنام، تكون بالتعاويذ بالشياطين وبالجن. ولهذا فين كانوا كيمشيوا باش يديروا التوالة؟ عند السحرة. عمري يمشيوا عند السحرة. فإذا هو نوع من الرقى الممنوعة. الرقى الممنوعة قلنا كل ما يقرأ ويتلى ولا كذا يتلفظ به لجلب نفع أو دفع ضر، ومنه التوالة. طيب وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الذكر؟ قلت علاش؟ هي داخلة في الرقى لأنها كانت منتشرة شائعة، وهذه راه منتشرة حتى في زماننا التوالة ولا لا؟ كثير من النساء يذهبن إلى المشعوذات أو المشعوذين، ولا إلى الساحرات أو الساحرين من الذكور أو الإناث، يذهبون إلى أولئك الكهنة. وكثير من المغفلين لا يذهبون لا إلى سحرة ولا كان يذهبون إلى نصابين محتالين ينصبون عليهم باسم السحر وباسم الكهانة ويأكلون أموالهم خفية. هو على كل حال سيأكلون أموالهم بالباطل، كانوا سحرة ولا ما كانوش، لكن هذو أهل النصب لا علاقة لهم بالسحر، يحتالون على الناس ويصنعون طرقا يتظاهرون بها أمام الناس أنهم سحرة ويأكلون أموالهم، يكذبون عليهم. فالمقصود على كل حال هذا الأمر موجود حتى في زمننا، كثير من النساء وهذا يكثر في جانب النساء أكثر، تذهب إلى هؤلاء لتحبب الرجل إليها، أو العكس، قد يذهب الرجل ليحبب المرأة الزوجة إليه. وقد يفعل بعض هذه التوالة في غير زوجته أو المرأة في غير زوجها، تريد أن تحبب رجلا أجنبيا إليها متزوجا بغيرها أو غير متزوج، والعكس كذلك. هذا النوع يسمى بالتوالة، وهو أيضا شرك كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن ما عندناش في الشرع شيء من الرقى ولا التعاويذ خاص بتحبيب المرأة إلى زوجها وكذا. عندنا الدعاء، هذا عندنا الدعاء في هذا الباب، وعندنا الأسباب الشرعية، أسباب واضحة، الوعظ، التذكير، النصح، البيان، كذا، هادشي عندنا. والدعاء. أما شيء مخصوص يفعل لتحبب المرأة إلى الزوج ولا الزوج الرجل إلى المرأة، ما عندنا في الشرع مثال. عندنا الأدعية العامة، يدعو ولا تدعو هي، ولا تنصح ولا يبين لها ولا كذا وهكذا. إذا قال عليه السلام إن الرقى والتمائم والشهد، هذه الأشياء كلها كانت منتشرة في الجاهلية، وآثار هذه الأشياء بقيت بعد زمن الجاهلية إلى زمننا هذا، الآثار ديالها بقيت شيئا فشيئا. والصور اللي كتشوفوا اليوم ديال الرقى الممنوعة وديال التمائم الممنوعة التي تعلق وديال التوالة الممنوعة الشائعة هي من آثار هذه الأشياء، راه كانت في الجاهلية قبل الإسلام، وما زالت إلى الآن توجد صورها الملائمة للعصر، لأنها تتطور على حسب العصور. تادا برا كاين الرقى الممنوعة وكاين كذا وكاين كذا على حسب عصرنا هذا. إذا قال اسم حكم على هاد الثلاثة كلها باش بأنها شرك، الرقى والتمائم والتوالة شرك. علاش؟ لأن هاد الأشياء كلها لا تؤثر جلب نفع ولا دفع ضر، ليس لها أي تأثير، وبالتالي الإنسان إذا دارها معتقدا أنها تؤثر فقد أشرك، هذا شرك بالله. لأن الإنسان اللي غيدير الرقى الممنوعة علاش غيديرها؟ علاش غيديرها؟ ليرفع ضرا أو ليدفعه أو ليجلب نفعا. ونقول لي هذه الأشياء لا تؤثر شيئا من هذه الأمور، الله تعالى هو الذي يدفع الضر ويرفعه ويجلب النفع. إذا أنت إذا اعتقدتها هي كدير، هذا شرك. كذلك يقال في التمائم وكذلك يقال في التوالة، واضح المعنى؟ قلوب العباد بين أصبعين صبي الرحمن، الله تعالى هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ولا العكس. فإذا اعتقدت أن صورة من صور السحر غادي تغير القلوب فهذا شرك، هذا هو وجه كونها، فمن وجه كونها شركا، لأن الله تعالى هو الذي اختص بهذه الأمور. فنسبتها، اعتقاد
تأثير هذه الأشياء لها ولا نسبة فيها ولا نسبتها نسبة التأثير لهذه الأشياء يعد شركا بالله تعالى. ثم قالوا عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مصحح في ظلال الجنة. من تعلق شيئا وكل إليه. في الدرس الماضي قدم على حديث الموقوف على عمر بن الحصين، شنو فيه؟ فيه من تعلق تميمة فقد أشرك. هنا عندنا معنى آخر، معنى عظيم. من تعلق شيئا، من تعلق شيئا أي علق شيئا من التعاويذ ولا التمائم ولا غيرها معتقدا فيها جلب النفع ودفع الضر، وكل إليه. شنو معنى وكل إليه؟ بمعنى أن الله تعالى يتركه، الله تعالى يخذله، ومن تركه الله فإنه يكله إلى ما علق. دابا واحد من الناس علق قلادة واعتقد فيها، هي معتقدا أنها سبب، وخا ما اعتقدش فيها جلب النفع ودفع الضر مباشرة، لكن اعتقد أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر. إذا ترك الله ولا لا؟ ترك الله، بلي علقتي هي واعتقدتي أنها سبب، تركتي الله تعالى. فإذا تركت الله تركك سبحانه، يكلك إليها، يقول صافي تعلقتي بها وخليها هي تجلب لك النفع وتدفع لك الضر، وهي لا تفعل شيئا. إذا يكيلك الله إليه، يكيلك يحرمك سبحانه وتعالى من توفيقه وتسديده وإعانته، يتركك. ومن تركه الله فقد هلك وخسر في الدنيا والآخرة. هذا هو معنى من تعلق شيئا وكيل إليه، وهذه قاعدة عامة. اللي تعلق بشي حاجة يكيله الله إليها، تعلقتي بالخدمة وكتعتقد أنها كترزقك وكذا، يكيلك الله إليها. القلب ديالك مبقاش معلق بالله، مبقاش متصل بالله، مبقاش ملاحظ أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يكلك الله إلى ما تعلقت به. من تعلق شيئا نكرة في سياق الشرط تدل على الوجوب، اللي تعلق شي حاجة يكله الله إليها، لأنه تعلق قلبه بها. شنو تعلق؟ علق قلبه بها. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. إذن هذا ما تعلق بالباب السابق، باب ما جاء في الرقى والتمائم. الآن: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وما أكثر المتبركين اليوم بما لا بركة فيه. كثر هذا في زماننا بشدة. التبرك أي اعتقاد وجود البركة في أشياء لم يجعل الله فيها البركة، واعتقاد الناس فيها البركة. ومن ذلك ما ذكر هنا: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. الأشياء التي فيها البركة، التي بارك الله تبارك وتعالى فيها، هي ما أخبر الله بالنص أن فيها البركة، لها فضل، يترتب عليها كذا، يوجد فيها كذا، أشياء مباركة أخبرنا الله، أخبرنا الوحي أنها مباركة، أن فيها البركة. فمن قصد أخذ البركة، شنو التبرك؟ طلب البركة. من أراد أخذ البركة وطلبها بشيء لم يجعل الله فيه البركة، كشجر أو حجر أو نحو ذلك، فقد أشرك بالله تعالى، لأنه اعتقد وجود البركة فيما لا بركة فيه. من تبرك بشجر، مثلا شجرة عادية نايضة في بلاصة من البلايص، كيجي واحد المجموعة من الناس من الصابة والمحتالين ولا من الجهالة، المجموعة جهالة ولا من الصابة، ويزعمون كي يختلقوا قصص ويختلقوا كذا، ويقولوا هذه الشجره شجره مباركه فيها البركه، او فيها كذا، شفنا في المنام ولا شفنا في الرؤيا، ولا كنا مع سيدي فلان وقع كذا ونزل من هذه الشجره الذهب، ولا مع شنو هبط منها ولا طلع منها ولا، فيروجون هذا في العامه فيعتقدون فيها البركه، ومن بعد كيوليو الناس يقدسوا ديك الشجره، وبالتالي كيجيو لعندها يتبركوا بها ويقدموا القرابين، لان هذه امور لازمه عندهم. أشياء اللي فيها البركة راه ما تستفد منها تتحط خاصك تحط، لأنها غيولي لها قداسة وتولي لها حرمة، وبالتالي غيولي لها مصاريف ولها حارس ولها كذا ولها كذا. ولا بغيتي تنتفع بالبركة خاصك تقدم شي حاجة، تجيب السكر ولا تجيب البيض ولا تجيبش، تقدم شي حاجة باش ضروري البركة كيترتب عليها تقديم شي. فالشاهد على كل حال كيختلقوا الناس ويصير هذه نقول لا بركة فيها. واخا يقول لك كان فيها الولي الصالح مع شكون الفلاني، لا بار لم يجعل الله فيها. الاماكن المباركه والاشياء العينيه المباركه حددها الشرع، حددها القران والسنه،
هذا مكان مبارك، هذا مكان مبارك، هذا شيء مبارك، هذا شيء مبارك، القرآن فيه البركة، السنة فيها البركة، النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة، مسجد رسول الله فيه البركة، مسجد مكة كلها مكان مبارك، ونحو ذلك. وما لم يجعل الله فيه البركة فالأصل بركة. يجي واحد يقول لك هذا الكاس فيه البركة لأن نشرب فيه فلان عالم ولا ولي صالح ولا كذا، شرب فيه در هذا فيه البركة، والناس يتخاطفوا عليه وربما يشريوه باسمنا كذا، علاش كيظنوا أن البركة تحصل لهم منه، يطلبون البركة فيه لا شربوا منه ولا كذا ما عادش يحصل لهم. هذا مخالف للشرع، هذا لا أصل له في الشرع، لا يوجد مثله في الشرع. هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم سادات الأولياء؟ ياك الصحابة سادات الأولياء الصالحون، هل كان من بعدهم من التابعين يتبركون بآثارهم؟ من التابعين كيجيو يتبركوا بالآثار ديال أبي بكر ولا عمر ولا كذا، ولا الصحابة عامة الصحابة كيتبركوا بالملابس ولا بالآثار ديال 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 العشرة المبشرين بالجنة؟ أبدا، ما كان هذا معلومة عندهم، وإنما كانوا يعتقدون البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، في نخامة النبي، في آثاره، وفي ما فضل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لأنه رجل مبارك. فهذا ما كان في ساداتنا رضي الله تعالى في الصحابة الكرام في التابعين والتابعين، فكيف يحصل هذا الأثر لمن جاء بعدهم؟ اشرب من هذا الإناء ولا من غيره ولا كذا، لم يقع فيه شيء. البركة لا تكون في شيء إلا إذا جعلها الله تبارك وتعالى فيه وحكم بأنه شيء مبارك وأنه شيء فيه البركة. وحتى أخبرنا الله تعالى عن شيء إما أنه مبارك فالواجب علينا التعامل معه وفيه وبه في حدود الشرع، أو غير مبارك غنتعاملوا معه في حدود الشرع. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد مبارك، الصلاة فيه بكذا، هل معنى ذلك أن تدعوه ولا أن تصلي إليه مثلا؟ تعتقد أن تصلي لك التعامل معه في حدود الشرع، كيفاش تقدر تستفد من البركة هي تصلي فيه، تمشي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم تزوره تصلي فيه، هذه هي هنا غتحصل لك البركة، ماشي تمشي تمسح بالجدار دياله أو مسجد مبارك، لكن راه كاين حدود للتبرك. شنو هذه الحدود؟ تصلي في المسجد، تمسح بالجدار ديالو لا يحصل لك شيء. لو كان التمسح بالجدار ديال المسجد نفسه فيه البركه لفعله الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لما فاتهم هذا الخير العظيم. فالبركه كاينه في الصلاه فيه، في الدعاء فيه، في قراءه القران فيه، مكان مبارك. لكن في شيء اخر، التمسح بالجدار ولا التصوير بجانبه ولا شيء حاجه اخرى، هذا لا بركه فيه. فتا حدود التبرك راه محدوده شرعا فيما فيه البركه عليه الصلاه والسلام. ولهذا حتى النبي عليه الصلاه والسلام الرجل المبارك، الصحابه ما كانوا يتمسحون به عليه الصلاه والسلام، يتمسحون بجسدهم ولا كذا، لا، كان البركه التي يستفيدون منها الرسول في حدود الشرع، في حدود ما اذن لهم فيه الشرع دون مبالغه. اذا هو الحديث ان شاء الله جاي يوضح لنا. قال: من تبرك بشجر او حجر. كثير من الناس كيقدسوا بعض الحجاره في بعض القرى ولا البوادي، عندهم حجره، هذيك حجره مباركه مقدسه لا يمسونها ابدا، لا يمسها احد، علاش؟ كيعتقدوا فيها البركه، وبالتالي اللي مسها خاصو يدفع شي حاجه من القرابين، وكيعتقد انه بمسها ولا بالمرور من تحتها ولا المرور من جانبها سيحصل له شيء. وكيجيو الناس مع اختلاف نياتهم ومقاصدهم وحاجاتهم ومآربهم، كله واش باغي، اللي باغي يتزوج يدوز من تحت الشجره، اللي باغي مشروع من تحت الحجره، اللي باغي مشروع ينجح ليه من تحت الحجره، اللي باغي ينجح في دراسته من تحت، اي واحد يعني اي شيء تطلبه مر من تحت الحجره وسيحصل لك مقصوده. وعلاش الناس يروجون هذا؟ لانك انت ما كتجي لك المكان الا وتساهم وتشارك بعض، اكثر الاشياء القائمه على الشرك من يروجها ويقوم عليها ويبقي اثرها ويحييها، في الغالب يحييها لما فيها من 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 الكسب المادي. فالمقصود ان هذا لا يجوز، لا يجوز، ولو ديك الحجره ولا ديك الصخره اللي كيدوزوا، ولو يكون قد جلس فيها ولا ختم فيها القران ولا دعا فيها ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق رضي الله عنه يكون كان تما مقره ويدعو تما وختم القران تما، يبقى ابو بكر الصديق صحابي جليل عمله الصالح يكتب له، والحجره مخلوق خلقه الله تعالى، لا علاقه لهذا، بذاك جلست تما صافي غير تولي ديك الشجره تنفع وتضر. اذا الدليل على هذا حديث ابي واقد الليثي، كيقول الصحابي الجليل:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين المعروفة بعد مكة، بعد فتح مكة مباشرة، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني يلا دخلنا للإسلام. الحديث يلا دخل الإسلام يقال له حديث عهد بكفر أو حديث عهد بإسلام، المعنى واحد بحال بحال، يعني أنه جديد في الإسلام. ونحن حدثاء جمع حديث أي جديد، عهد أي زمن ووقت بكفر، يعني الكفر يلا تخلينا عليه، مازال الكفر يعني جديد علينا التخلي عنه، يلا تركناه ودخلنا للإسلام. هذا هو معنى حدثاء عهد بكفر، تركنا الكفر قريبا في زمن قريب، مازال العهد بيننا وبينه قريب، هذا هو معنى حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. السدرة راه معروف، هذيك الشجرة اللي كتكون في الأرض، شجرة النبق، النبق هذيك هي كنقولوا ليها السدرة، هي هذيك هي السدرة، شجرة النبق. يعكفون عندها كيطوفوا بها، يعكفون عندها ينبتون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، كيعلقوا الأسلحة ديالهم في ديك السدرة ويعكفون عندها، يلزمونها، يجلسون عندها قصد نيل البركة. لماذا يعكفون عندها ولماذا يعلقون بها أسلحتهم؟ قصد أخذ البركة منها، لأنهم يعتقدوها شجرة مباركة، وبالتالي غدير لهم البركة في الأسلحة ديالهم وينتصروا على الأعداء، وتحصل لهم البركة بعكوفهم أي بلزومهم مكانها، لأنهم يجلسوا حولها يعكفون عندها. وينوطون يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، هذه كانت معروفة الشجرة ديال المشركين، أسميتها ذات أنواط، صاحبة أنواط جمع نوط، والنوط هو التعليق، بمعنى أنها شجرة لتعليق الأسلحة، كيعلقوا فيها الأسلحة ولا حتى الثياب إلا بغاو يتبركوا بها ولا كذا. ذات أنواط أي صاحبة تعليق، يعلقون بها الأشياء. فمررنا بسدرة، انتبهوا دابا هذه السدرة، هذه سدرة معينة ماشي أي سدرة، لا سدرة مخصوصة، السدرة اللي كاينة في المكان الفلاني. علاش هاد المشركين روجوا لهم الناس الكهنة ولا المشعوذين ولا النصابة والمحتالين أن هذه بالذات فيها البركة، روجوا لهم، فالناس صدقوا ذلك، وربما حكوا في ذلك قصص وخرافات، أننا واحد المرة جلسنا تما وكنا عشرة وقلنا ألف، صافي شاعت القصة ولاو كيعتقدوا فيها هي بالذات البركة، سدرة معينة. قال أبو وقيد فقلنا فمررنا بسدرة، إحنا كنا يعني خرجنا إلى حنين، غادي لغزوة حنين، مررنا بسدرة واحد الشجرة أخرى من السدر، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا وثيابنا ونتبرك بها كما للمشركين ذات أنواط، عندهم ما نحن بغينا ذات أنواط. لكن هاد الصحابة اللي قالوا بسم الله الكلام لهم عذر، لهم عذر، شنو العذر ديالهم؟ حدثاء وعهد بكفر. وهادشي علاش قدم الصحابي بديك الجملة، علاش قدمها بها؟ ليعتذر، بمعنى قال لك راه قلنا هادشي لأننا كنا يلاه دخلنا الإسلام مازال ما عارفينش. فيه إشارة إلى أن من كان قديم العهد بالإسلام لا يقول هذا، لأنه ترسخت في نفسه العقيدة الصحيحة، الناس مرسخها في قلوب السابقين، هادو جداد ما عارفينش يلاه دخلوا للإسلام. ولهذا الصحابي اعتذر قبل ما يقول ماذا وقع. فقال الرسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما قلنا أنواط جمع نوط وهو ما يعلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذه المقالة تعجب عليه الصلاة والسلام ورفع صوته وقال الله أكبر، قالها متعجبا، إنها السنن، سنن الله تعالى في خلقه، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم الله أكبر إنها السنة، ما السنة؟ سنن الله في خلقه، بمعنى أن ما قلتم قد قاله من سبقكم، من سبقكم، هذا الذي قلتم كقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقدر يبان لنا احنا لو كاين فرق بين المقالتين، هذوك راه قالوا إله، هذوك قالوا في شجرة ننوط بها أسلحتنا، لا، مثل تلك المقالة، راه قال لهم كما قالت بنو إسرائيل. فين كاين التشبيه هنا؟ في الشرك بالله تعالى. هذوك قالوا اجعل لنا إلها، هذوك قالوا شجرة ذات أنواط، إذا أرادوا
أن يعلقوا قلوبهم ويتبركوا بشيء لم يجعله الله تعالى كذلك. فمن هذه الجهة أرادوا أن يشركوا هذا الشيء بالله تعالى، فكأنهم يريدون اتخاذه إلها. فبهذا الاعتبار قال لهم كما قالت بنو إسرائيل، كما قالت لكم، بحال ما قالت بني إسرائيل لموسى. أش قالوا له؟ هادو شكون الذين آمنوا؟ قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، سننهم أي سبيلهم ومنهجهم. فاش في المعاصي والمخالفات، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لننتبه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هنا شكون؟ يخاطب الصحابة، إذن يخاطب المسلمين، يخاطب المؤمنين، يخاطبش الكفار. كيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن أي في المستقبل، ويقصد هذه الأمة، ما كيقصدش هذوك بأعيانهم انت وانت وانت، لتركبن أيها المسلمون سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن سبيلهم ومنهجهم في المعاصي والمخالفات الشرعية. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بعده، وقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن فئاما من هذه الأمة اتبعت نهج وسبيل الكافرين في المعاصي وفي المخالفات. وقعت في كثير من المعاصي والمخالفات من جنس المعاصي والمخالفات التي فعلها من سبق. وقع هذا في هذه الأمة ولا لا؟ وقع هذا في هذه الأمة، بعض الأمة وقع في هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وغيجي معنا إن شاء الله واحد الحديث آخر شبيه بهذه الخاتمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ اليهود استفهام زمان، اليهود والنصارى، قال فمن ومن غيرهم؟ إذا فهنا الصسم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، بمعنى سيقع كثير منكم في اتباع سبيلي ونهجي من تقدم من الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قالوا غير من باب الإخبار، كيخبر كيقول لنا سيقع، ولا من باب التحذير؟ لا من باب التحذير، ماشي من باب الإخبار، ماشي من باب كيخبرنا كيقول لنا راه غادي يوقع، لأن الإخبار المحض لا فائدة فيه. قاله من باب التخويف والتحذير، ما ردوا بالكم راه طائفة، ما تقولش أنا مسلم صافي أنا راه مؤمن تجاوز القنطرة، لا، راه طائفة من المسلمين، طائفة من المؤمنين غيتابعوا سنن الكافرين في المعاصي والمخالفات، بل بعضهم غيتابعوا سنن الكافرين حتى في الكفر، كاين اللي غيرتد. فقاله من باب التحذير والتخويف، بمعنى احذروا أن تقعوا في هذا، هذا هو المراد لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا راه قسم، لكن قسم محذوف اللام إذا اتصلت بالفعل المؤكد بالنون، النفس يقسم على هذا المعنى أنه سيقع. وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم اقسم عليه؟ اكده لتاكيد التحذير منه، اكده باش ياكد التحذير، بمعنى احذروا وخافوا على انفسكم منه، والله لتركبن. ومش يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، قصد البعض، طائفه من الامه، فئام من الامه سيتبعون سبيل الكافرين ونهجهم وسبيل. هذا واقع موجود دابا، ما اخبر به مسلم واقع في زمننا، وقع قبل وما زال موجودا، كثير من المسلمين يتبعون نهج الكافرين في كثير من المعاصي وكثير من المخالفات الشرعية، بل بعضهم تبعهم حتى في الكفر، تنصر ولا صار يهوديا وكذا، لكن في الغالب الأعم تبعهم فاش في المعاصي وفي المخالفات الشرعية، وإن لم يصلوا لحد الكفر، حتى ترى داخل في اتباع سنن الكافرين، ماشي ضروري حتى يكفر الإنسان، لا، في الغالب هذا هو المقصود، مخالفات المعاصي كما قال أكثر شراح الحديث، رواه الترمذي وصححه. الشاهد عندنا من الحديث، دابا حنا من تبرك بشجر وحجر، شنو العلاقة ديال الحديث بال أن الصحابة هذوك اللي كانوا حدثاء عهد بكفر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط علاش؟ ليتبركوا بها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدل الحديث على أنه لا يجوز اعتقاد البركة في شيء لم يجعل الله البركة فيه، وإذا وجدت البركة في شيء فيجب التبرك به في حدود الشرع دون المبالغة، دون الإفراط، دون الزيادة. هو النبي صلى الله عليه وسلم رجل مبارك، ياك مبارك حيا وميتا، بعد موته هل من التبرك به أن نتمسح بقبره، أن نصلي إلى قبره، أن ندعو الله عند قبره، ولا أن ندعوه وهو في قبره، نقول تبركا بسيدنا رسول الله، ولا أن نفعل كذا وكذا مشركات عند قبره عليه الصلاة والسلام، هذا غير مشروع، لأن
التبرك له حدود في الأشياء المباركة، له حدود ما لم يتجاوز الشرع. ودائما اللي كيوقع الناس في المخالفة شو هو؟ الغلو، الإفراط. كل ما زاد الناس زادوا على الحد أفرطوا وغلوا يقعون في المخالفات. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى، نحن في الباب آية وحديث. الآية قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل، الأمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد للناس: إن صلاتي ونسكي، هذا محل شيء، صلاتي هي الصلاة المعروفة الشرعية، ونسكي نقصد هنا ذبحي. النسك في الشرع يطلق على العبادة عموما ويطلق على الذبح خصوصا، ولهذا هنا ونسكي فسره بعض المفسرين بالعبادة وقالوا هو من باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة من جنس العبادة. إذا قل إن صلاتي، علاش ذكرت الصلاة بلفظها، خصت بالذكر لبيان عظمتها. وثم بعد قال ونسكي أي عبادتي، لأن النسك هو العبادة، ويطلق النسك على الذبح. ومن هذا ما يذبحه الحاج في الحج، ما يذبحه المتمتع والقارن يقال له النسك، يقال ذبح الحاج نسكه، لا ذبح النسك القارن المتمتع. إذن فالنسك يطلق على الذبح، وبه فسر الآية جمع من السلف، وهذا هو الذي قصده الشيخ، قصد هذا التفسير هذا ديال بعض السلف، ونسكي بمعنى ذبحي. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي أو مذبوحي، المراد ما أتقرب الله من الذبائح. ومحياي، هذا مصدر ميمي أي حياتي، محياي بمعنى مصدر ميمي حياتي كلها. ومماتي مصدر ميمي أي موتي، هذا المعنى لله رب العالمين لا شريك له، بمعنى شكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وكيقول للناس عموما، أمر الله أن يقول: أنا في جميع أحوالي يجب أن تكون جميع تصرفاتي وكل أقوالي وأفعالي لله رب العالمين. صلاتي وعبادة ديالي كلها من حج وذبح وغيره، ولا المراد الذبح بالخصوص، وحياتي كلها وحتى موتي وبعد موتي لله رب العالمين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ بالله من أربع شنو نقوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الجحيم ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة الحياة ومن فتنة الموت. فتنة الموت كيدخلوا فيها جوج الأشياء، الفتنة عند الاحتضار والفتنة في القبر، لأن الفتنة عند الاحتضار راه الإنسان كاد أن ينتقل إلى منزل الآخرة، كاد أن يموت، فلا هو كحكم الأموات، لأن حتى الناس اللي حوله ما كيبقاش يسمعون، هذيك فتنة، لأنه الإنسان يفتن حينئذ و بعد موته في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهم حتى الموت ديالي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، في أي شيء من ذلك، وبذلك أمرت. الإشارة في قولي وبذلك لاش إلى التوحيد، لأن قوله لله رب العالمين لا شريك لاش معنى هذا التوحيد، لله لا شريك له، هو معنى لا إله إلا الله، لله هذا الإثبات، لا شريك له النفي. وبذلك أي التوحيد الذي دل عليه لله لا شريك له التوحيد، وبذلك أمرت، أمرني الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وتقديم الجار والمجرور على الفعل للحصر، أمرت بذلك، أنه قال ما أمرت إلا بذلك، كقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كذلك كأنه قال ما أمرت إلا بالتوحيد، لم أمر بالشرك، وأنا أول المسلمين، هذه أولية نسبية، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولية نسبية، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. أما قبل هذه الأمة فقد سبقه الأنبياء والمرسلون، هم مسلمون ولا لا؟ مسلمون، لأن دين الإسلام هو دين التوحيد، دين الإسلام هو توحيد الله تبارك وتعالى، وقد سبقه لذلك من سبق، لكن اسمه هو أول المسلمين من هذه الأمة، هذا الدليل الأول. إذا الشاهد عندنا منه فين؟ أين محل الشاهد؟ ونسكي،
لأن الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النسك، والنسك يطلق على ما يذبح وعلى الذبح، بجوج على المذبوح هذاك الخروف ولا كذا اللي غذبحوه يقال له نسك، وكذلك الذبح يقال له نسك. الشاهد عندنا هو نسكي. النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى لما ذكر الذبح قال لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت، فدل ذلك على أن الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، لأنه قال ونسكي من بعد لله رب العالمين لا شريك له، إذن فلا يجوز أن يكون الذبح لغير الله. وهذا المعنى صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. يقول علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول بأربع كلمات، بمعنى وصاني رسول بأربع وصايا، لأن الكلمات قصد بها الكلام، راه جمل، هذه ماشي مفردات، جمل، أن كل وحدة راه جملة، لعن الله من ذبح لغير الله جملة، وهذه كلمة تقدمنا أمس وكلمة بها كلام قديم. بأربع كلمات أي بأربع وصايا، أربع جمل. الجملة الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن كما تعلمون واش الطرد والإبعاد من رحمة الله، فمن ذبح لغير الله فهو ملعون، لعنه الله، بمعنى طرد وأبعده من رحمته. ذبح لغير الله ليس سهلا، علاش لعنه؟ لماذا؟ لأنه أشرك به سبحانه. الذبح عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله، عبادة خاصة تكون، لا ينفع أن تكون إلا لله تبارك وتعالى، فمن جعلها لغير الله فقد أشرك، وبالتالي فهو ملعون، مبعد، مطرود من رحمة الله تعالى. ومن أبعده الله من رحمته وطرده فهو المخذول الخاسر كما تعلمون. وهذه الجملة ديال لعن الله قال بعض الشراح هي من باب الإخبار، وقال بعضهم من باب الدعاء، قيل دعائية وقيل خبرية. شو الفرق؟ إذا قلنا خبرية فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما يقع في المستقبل، كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا إن من ذبح لغير الله ملعون، كيخبرنا كيقول شتو راه اللي ذبح لغير الله راه عند الله ملعون، خبر. إذا كانت من باب الدعاء شنو المعنى؟ اللهم لعن من ذبح لغيرك، يدعو رسول الله على من ذبح لغير الله. والجملة تحتملهما معا، إما تكون باب الإخبار ولا من باب الدعاء. وعلى كل حال فاللعن حاصل لا محالة، سواء قلنا خبرية ولا قلنا دعائية، اللعن حاصل ولا لا؟ لأن إذا كانت خبرية راه كيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو واقع، وإذا كانت دعائية فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب. الجملة الثانية قال لا، وهذا هو محل الشاهد، من ذبح، شوف انتبهوا للعموم، من ذبح لغير الله، غير الله هذا المفرد المضاف يفيد العموم، يشمل أي شيء دون الله، لغير الله، سواء ذبحت إلى ملك من الملائكة، ولا نبي من الأنبياء، ولو ذبحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذبح لغيرهما من الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين، ومن باب أولى من ذبح لشجر أو حجر أو صنم أو كذا، فهذا من الشرك الواضح. الجملة الثانية: لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا، الإحداث نوعان، هنا المقصود بالإحداث أمران. الأمر الثاني الأول، المحدث هو من ارتكب مخالفة شرعية، من وقع في مخالفة شرعية، أحدث شيئا في الدين، مش المراد بالإحداث ذاك الإحداث المعنى الخاص اللي هو الابتداع، لا، المراد بالإحداث في الدين بالمعنى العام، أحدث شيئا في الدين من المعاصي، وقع في مخالفة، وقع في معصية وكان مطلوبا، هذه المعصية ماشي كانت غير بينه وبين الله، لا، معصية تترتب عليها العقوبات الدنيوية أو تترتب عليها حقوق العباد. فجاء أحد الناس وآوى، ما آوى؟ ستر، أخفى، آواه عنده، أسكنه عنده وأخفى حتى لا يتعرض للعقوبة. حالة مثلا لو أن أحدا سرق مال شخص، سرق معصية، سرق مال شخص وهو مبحوث عنه للعقوبة، فآواه أحد، قال يا جن نسترك أجي كذا، فآواه، هذا ملعون، هذا ما يدخل هنا. أو لو أن أحدا زنى فكان يستحق العقوبة فآواه أحد، هذا هو محدث.
أحدث شيئا يستحق عليه العقوبة، أو أحد جنى على أحد، واحد قتل واحد ولا قطع ليه ودنه ولا هرس ليه رجله، وجاء واحد وستر إخفاء له من العقوبة، هذا شيء خطير، الناس يستسهلونه، هذا أمر خطير، يستحق العقوبة، لا يجوز لك إيواءه، لا يجوز لك تعاون معه وستره، يجب أن يعاقب، لعن الله من أوى مؤذيا. والشيء الثاني الذي يدخل فيه يدخل هنا أيضا، من أحدث شيئا في الدين بالابتداع، المعنى الخاص. من أحدث شيئا في الدين بالابتداع لا يجوز إيواءه، بمعنى لا يجوز نصرته. شنو الإيواء هنا؟ النصرة، التأييد، الإعانة. واحد ينشر البدع ويدعو إليها وأنت كتسانده، تسانده، تؤويه، داير ليه مكان يستقر فيه ومكان يدعو فيه، وكتشجعه بالمادة وتشجعه بكذا، وهو يدعو إلى البدع والخرافات، وأنت تعينه على هدم الدين وتعينه على الإحداث في الدين، هذا كذلك لا يجوز ذلك. واحد ينشر البدع لا يجوز أن تعينه وأن تقف معه أبدا، لا معنى ولا حسا، لا ماديا ولا معنويا، بل يجب البعد عنه، اجتنابه، أن تتبرأ منه، وإن كنت قادرا فانصحه وأقم عليه الحجة، إن لم تكن قادرا فانجو بنفسك من بدعه، ولا تؤيده ولا تعينه ولا تقف معه. إذن لأوى محدثا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني فهو ملعون. نكتفي بهاتين الوصيتين، بقينا لنا جوج درس الآتي إن شاء الله. لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.